فمنظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الـ 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 الإفراج المسبق عن الشحنات، ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة، كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدرج المنافستو، اللي مكتوب انه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ ان هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز إقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس أدي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، أكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية. ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت انها تبقى موجودة في مصر. انا بس بدي مثل للمنظومة كبيرة جد 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 جد. خدنا ايضا بعد المواني زي ما حضراتكم تابعتوا ميدان محطة مصر، ويمكن الميدان ده لوحده كان معضلة في اسكندرية، ولكن ان شاء الله في خلال شهر ونص هينتهي الاعمال بالكامل. اتعمل سوق حضاري للباعة الجائلين، تنظيم كامل لحركة المشاة والسيارات، واعمال جمالية وتجميل للحديقة المركزية اللي هتحصل، حلقة السمك التاريخية اللي كان المبنى الحقيقة من 1800 وشوية، النهاردة يعني بتعمل حلقة جديدة بالكامل 4 أضعاف الحلقة القديمة، عشان تستوعب برضو كل تجار السمك والبياعة اللي كنا بنقول عليهم البائع السريح، هيبقى برضو جوه المبنى الجديد. والمبنى التاريخي القديم يتحول لمجموعة مطاعم لأهالي اسكندرية ولأي حد زائر النهاردة يتمتع بهذا الموضوع. احنا النهاردة دلوقتي موجودين في مبنى، يعني وانا كان يعني انا عايز اقول لحضراتكم يعني قبل ما اكون رئيس وزراء مهندس معماري، كنت دايما بتألم كل ما اجي ازور اسكندرية في اخر 10 سنين والاقي هذا المبنى التاريخي كان يعني الاهمال والمكان محترق. ده من احداث من ثورة 2011، للأسف تم يعني حرق هذا المبنى التاريخي، وكان توجيهات فخامة الرئيس طبعا لمعالي وزير العدل بتطوير كل المحاكم على مستوى الجمهورية. فالنهاردة المبنى زي ما حضراتكم شفتوه أعيد ترميمه على أعلى مستوى، رجع تاني زي ما كان من القرن 19. الأهم يمكن مع يعني معالي المحامي العام، وطبعا النهاردة الجهد اللي بتقوم به النيابة العامة في مصر والنائب العام، الميكنة الكاملة لكل خدمات النيابة العامة. تفقدنا في الدور اللي فوق المجمع الخاص بالخدمات الإلكترونية للمواطنين اللي بتقدمها النيابة العامة، لأن طبعا احنا ان شاء الله يعني رايحين ان يبقى كل أعمال وخدمات النيابة العامة مميكنة بالكامل. ده ضمن كمان موضوع منظومة التقاضي عن بعد اللي ابتدت برضو بتتعمل بمنظومة إلكترونية. فالحقيقة حركة تطوير بتحصل، وبنتفقد مع كل السادة الوزراء الأعمال دي، وأهم حاجة إن المتابعة بعد كده مش مجرد الافتتاح، هتبقى الإدارة والتشغيل، لأن يمكن ده يمكن بالذات في المواني زي ما كنا بنتكلم كلها شركات قطاع خاص اللي هتبدأ مع الدولة هي اللي بتدير وتشغل هذه الأصول بإذن الله. شكرا لحضراتكم.